أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ظهر في هذا الزمان من يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل الاستهزاء بالسنة من الكفر؟ وهل تشك في هذا؟ من استهزأ بسنة الرسول فلا شك في كفره، لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومتنقص له. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.